بالنسبة للجزء الجديد بنتكلم على الـ equivalent circuit للـ induction machine. احنا في المحاضرة اللي فاتت خدنا الـ construction، خدنا الـ series of operation، الفكرة بتاعت الـ magnetic field، الفكرة الأساسية بتاعت إن أنا دايما عندي 2 flux جوه المكنة، وإزاي أثبتنا إن هما دايما بيدوروا في نفس السرعة. وده ادانا الميزة إن الـ induction machine بتقدر تطلع تورك بجميع السرعات ما عدا لو الـ speed boosted الناس. وعملنا مقارنة في الحكاية دي كده مع السينكروس ماشين اللي ما بتقدرش انها تطلع تورك الا عند سبيد واحد بس للناس. فكان زي ما تقول كده المكانتين عكس بعض، ان السينكروس ماشين بتطلع التورك بتاعها لما تبقى المكنة بتاعتنا سينكروس ماشين عندها تورك، لكن التورك ده موجود اونلي ات الناس بس. اما الاندكشن ماشين فعندها تورك ات كل سبيد عند كل السرعات اكسبت مين؟ اكسبت الاناس. وارجعوا للجزئية دي عشان الجزئية مهمة، وتديكوا فرق كبير ما بين ان في مكنة بتدور عند سرعة ثابتة بس، في حين مكنة عندها فاريبل سبيد عند كل السرعات. النهاردة عندنا موضوع مختلف شوية، ان احنا نتكلم على الايكوفلنت سيركت بقى. فالتايتل بتاع النهاردة كده بيتكلم عن الايكوفلنت سيركت مع شوية معادلات، بصراحة شوية معادلات كتيرة كده طبعا من الموضوع بتاع الايكوفالنت سيركت. طيب الايكوفالنت سيركت الاول لو بصينا مع بعض، فكرتها قايمه على انها شبه جدا للترانسفورمر. بمعنى ايه؟ هشخبط معاكم الترانسفورمر الاول كده عشان نفتكره. الترانسفورمر كانت فكرته قايمه ان انا عندي ايكوفالنت سيركت جايه من ان عندي برايمري وسكندري. فكان ده شكل الترانسفورمر، وكان ليه ملف للبرايمري وكان ليه ملف للسكندري، والكرنت كان بيبدا من الاي 1 مسحوب من السبلاي بتاع البي 1 اللي بيطلع الفلوكس فيقطع الملفين فيولد هنا E1 ويولد هنا E2. وناخد احنا الـ E2 ده الناحية دي كده نحطه على مين؟ على اللود بتاعنا بالفولت اللي اسمه V2. وطلع لي equivalent circuit شهيرة كده، انها في دايرة برايمري الأول لوحدها زي اللي مرسوم بالظبط كده اهي، دي دايرة البرايمري اللي كان فيها R1 و X1، وزاد لها كمان عشان الكور RC و XM. وصلنا بعد كده للـ E1 والـ E2. هنا كان الفولت بتاع الـ E1، هنا الفولت بتاع الـ E2، وكان بيطلع على R2 و X2 مع اختلاف بس إن إحنا كنا بنحط هنا لود. لكن في الـ Induction Machine بقى بدل ما اسمها Primary و Secondary يبقى اسمها Stator و Rotor، هيبقى جزء على الشمال ده الـ Stator وجزء على الشمال ده الـ Rotor. وبالتالي طول ما الماشين لسه واقفة مكانها هتبقى typical الـ Stator هو الـ Primary والروتر هو الـ Secondary، مع اختلاف بس إن أنا بدل ما بحط لود على الـ Secondary في Transformer، احنا في الاندكشن ماشين بيبقى بالنسبه لنا الجزء ده شورتد، فتطلع نفس الايكوفالنت سيركت بالظبط. والـ R1 هتبقى المقاومه بتاعه ملفات الستيتور، والـ X1 الليكج بتاعه الستيتور، والـ RC والـ XM والـ RC والـ XM اللي بيمثلوا الكور بتاع المكنه او الحديد بتاع المكنه، والـ R2 والـ X2 هما الروتور ريزيستنس والروتور اندكتنس. لكن للأسف الكلام ده ينفع فقط لا غير لما المكن كانت ستاند ستيل، لما كان الفولت بتاع السكندري بتاعها الـ E2 بتاعها كان الفريكونسي بتاعته F2، والـ F2 زي ما تفتكروا كده كانت S في F1، بس أنا وأنا ستاند ستيل الـ S كانت بتساوي NS ماينس NR على NS. فطول ما الـ NR إيكوال 0 معنى كده الـ S إيكوال 1، وساعتها يبقى الـ F2 هي الـ F1، وبالتالي نفس الفريكونسي، وتبقى E2 على E1 بنفس الطريقة بتاعت التيرنز ريشيو وكل حاجة. فتبقى تيبيكال دي الايكوفالنت سيركت، لكنها ايكوفالنت سيركت للاندكشن ات ايه بس؟ ات ستاند ستيل. طب لما المكنه تتحرك ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف مع بعض. لما الماشين تبدأ تتحرك، التغيير الكبير اللي بيحصل ان F2 هتبقى ايكوال S في F1، وطبعا S دلوقتي مش بزيرو، انا اسف، S دلوقتي مش بون، لانها بقت ال S ليها فاليو اللي هي NS ماينس NR مقسومة على ال NS، وبالتالي حسب ال NR بكام دلوقتي هيبقى عندنا فاليو لل S. فبالتالي قلنا طيب تعال نكتب ال E2 ايكوال كام، فشلنا ال F2 المعادلة الشهيرة اللي انتوا عارفينها من السينكرونس، حطينا مكانها S في F1، فبقت ال E2 ايكوال كام؟ ايكوال S في E2. مين هيتغير كمان؟ ال X. ال inductance هي عبارة عن اوميجا L، وال اوميجا عبارة عن 2 باي اف ال، وال F2 دلوقتي بقت عبارة عن S في F1، فأقدر أقول إن ال X2 عبارة عن S في X2 0، زي ما كانت مين بالظبط ال E2. مين ال E2 0 وال X2 0 يا جماعة؟ هما القيم في الدايرة لما كانت at stand still، أكن ده كده ال E2
at standstill وده ال x 2 at standstill. طب هل ال r2 function في frequency؟ بصراحة ال r2 لا، resistance مالهاش دعوة بال frequency في حاجة، لكن بيبقى لها يعني لو تفتكروا كده كان حاجة اسمها skin effect، ان مع زيادة ال frequency ال current بيمشي في السطح بتاع ال conductor بس، ما بيمشيش في ال conductor كله من جوه، وده بيخلي المقاومة بتاعته تتغير شوية. لكن احنا هنهمل التغيير بتاع ال R2 ونعتبر ان R2 عند ال stand still هي نفس قيمة ال R2 عند مين؟ عند ال running. طب ده هيخلي شكل الدايرة بتاعتنا عاملة ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده بقى E2 نود و X2 كان المفروض ان تبقى X2 نود و R2 على S، بس احنا عملناها ازاي بقى؟ لما جينا نجيب ال I2 اللي ماشي هنا كان مفترض بقسم ال SE2 نود لان بقى اسمها SE2 على R2 اللي قلنا هتفضل زي ما هي زائد جي اف اس اكس 2 نود او الاكس 2 ات مين ات ستاند ستيل، قسمت فوق وتحت على اس فبقى اسمها اي 2 نود على الاس راحت من الاكس ومقسومه فين؟ مقسومه على الار 2، فده اللي عملناه هنا، بفضلت الاي 2 زي ما هي وبقى اسمها ار 2 على اس دلوقتي، وفضلت جي اكس 2 وماشي فيها كارنت اسمه اي 2. ليه بعمل كده؟ عشان يبقى هنا اي 2 وهنا اي 1 وبالتالي يديني الحق ان انا اعمل حاجه اسمها ريفيرنج زي ما خدنا كده في الترانسفورمر، ان الحاجات لما تبقى من اولى من السكند رايحه البرايمري بتضرب في ان 1 على ان 2 سكوير وبالتالي بقى اسمها داش، فبالتالي ظهر ترم اسمه ار 2 داش عبارة عن ال R2 مضروب في N1 على N2، هي مكتوبة T1 على T2 T phase 1 على T phase 2 اللي هي بالنسبة لنا احنا عدد لفات الستيتور على عدد لفات الروتور، ونفس الكلام الناحية التانية برضه بالنسبة لل X فبقى اسمهم داش وداش، وبالتالي بقى دي عبارة عن ال equivalent circuit بتاعت مين؟ ال induction machine. وزي ما عملنا في transformer بالظبط، بدل ما كانت equivalent circuit هناخد حاجة اسمها approximate equivalent circuit، بإن أنا أحرك ال branch بتاع ال RC وال XM من مكانه هنا أوديه فين؟ او دي ناحيه السبلاي الناحيه دي، وبالتالي لما تبقى approximate equivalent circuit هيبقى شكلها بالمنظر ده، ان ال R1 وال JX1 جه معاهم ال R2 مع ال JX2، بس مفتكر دايما انها اسمها R2 داش على S مش R2 عادية، والاس دي جت من التبسيط اللي احنا عملناه لما قسمناهم. اخر حاجة هنعملها ومش هنفهمه دلوقتي لكن هتفيدنا بس قدام، ان ال R2 داش على S دي هفكها لمقاومتين، مقاومة لوحدها اسمها R2 داش عشان تبقى شبه ال R1، عشان لما تتساب لوحدها كده تبقى شبه ال R1 وتعبر عن الروتور ريزيستنس، وبالتالي اللي يتجمع عليها عشان ترجع زي ما كانت كان هو الترم ده اللي اسمه R2 داش على S في 1 ناقص S، فأكني فكيتها المقاومتين مقاومتين سيريز. هنلاقي ان ال R2 داش بتريبريزنت الروتور ريزيستنس، اما ال R2 داش على S في 1 ناقص S هتريبريزنت حاجه اسمها ديفلوب باور، استنوا هنفهمها حالا دلوقتي، بس انا عملت عليها شرطه كده انها فاريبل لانها فانكشن في ال S، يعني قيمه المقاومه دي هتتغير مع تغير السبيد بتاعه المكنه من ساعه ما تبدا ب ان ار ايكوال 0 عند الستارتنج لغايه لما توصل لسبيد ايكوال ان ار عند الفول رانينج سبيد للماشين بتاعتنا. مهم جدا الايكوفرنس سيركت، ومهم جدا هنشتغل دايما على الابروكسيمت ايكوفرنس سيركت زي ما عملنا في الترانسفورم، مش هنشتغل ابدا على مين؟ على الاكزاكت ايكوفالنت سيركت، وبالتالي حضراتكم مطالبين تبقوا عارفين شكل الابروكسيمت ايكوفالنت سيركت عشان هيبقى عليها مسائل وحل كتير قوي، وتبقوا عارفين القسمه اللي احنا عملناها لما فكينا الار 2 داش على اس الى مقاومتين سيريز، واحده اسمها ار 2 داش عشان تبقى شبه الار 1 ويبقى لها معنى انها بتعبر عن مقاومه الروتور، ومقاومه تانيه سيريز معاها كده هتعبر عن الديفلوب باور، وهنفهم ايه معنى كلمه ديفلوب باور حالا دلوقتي. طيب هنستنتج ايه بقى من الايكوفالنت سيركت؟ عندنا حاجات كتير قوي، هنشوف باور فلو دايجرام، هنشوف معادلات باور، معادلات كارنت، معادلات تورك، تعالوا ناخدهم واحده واحده كده. طيب اللي قدام دي الايكوفالنت سيركت بتاعتنا مره تانية، وزي ما اتفقت معاكم هنتكلم دايما على ابروكسيمت ايكوفالنت سيركت، وهنطلع منها حاجه اسمها اكتف باور فلو دايجرام. ايه بقى الاكتف باور فلو دايجرام؟ اللي هو الفلو بتاع الباور من ساعه ما حطيناه كانبوت عند الالكتريكال انبوت من السبلاي لغايه ما يطلع الاوتبوت باور الناحيه التانيه. طيب الباور اللي مسحوب من السبلاي اللي هتبقى V1 في I1 في كوزاين فاي 1، وطبعا 3 لو هو 3 فيز يبقى 3 في 1 اي 1 في كوزاين فاي 1، دي كده بالنسبه لنا الانبوت باور، الانبوت الكتريكال باور اللي مسحوبه من مين؟ من السبلاي، يبقى ده كده انبوت الكتريكال باور متاخد من السبلاي. طيب راح فين الانبوت باور ده؟ اول حاجه هخسر منه شويه حاجات، اول حاجه هنخسرها هنخسر لوسز في الار سي، لو تفتكروا كده كان اسمها كور لوسز وما زال نفس الاسم عندنا برضو، وهنخسر منها اي سكوير ار 1 في الـ في المقاومه بتاعت ملفات الستيتور فبتتسمى كابر ستيتور لوسز، وبالتالي لو خصمت من الانبوت باور الكور لوسز
وخصمت من الانبوت باور الكابر ستيتر لوسز او اللوسز في منافات الستيتر. الباور الباقيه بنعتبر هي دي الباور اللي بتعدي بقى من الستيتر تروح للروتر، هتعدي من الستيتر تروح للروتر عشان تولد الحركه في الشافت دي بقى الاير اوتبوت الميكانيكال. فبنسمي الباور دي حاجه اسمها الاير جاب باور او البي جي، احفظوا الكلمه دي كويس قوي. الاير جاب باور زي ما تقولوا كده اصطلاحا انها الباور اللي عرفت تعبر الاير جاب من عند الستيتر تروح لمين، تروح للروتر. وبالتالي بقت الانبوت باور عباره عن 3 حاجات، الكابر ستيتر لوسز زائد الكور لوسز زائد الاير جاب باور، هم دول الثلاثه اللي بيعبروا عن مين، الانبوت باور. طب الاير جاب باور هتروح فين؟ تعالوا نكمل. الاير جاب باور هنخسر منها، يبقى الاير جاب باور اللي هي وصلت هنا كده، هنخسر منها لوسز في ملفات الكوبر، عشان كده لو تفتكروا عملناها ار 2 داش، عملناها ار 2 داش عشان يبقى لها معنى اللوسز اللي موجوده هنا اسمها في كوبر روتور. وبقيه الباور هي دي الباور اللي المكنه مطلعاها، ولو تفتكروا ده سبب تسميتها مين بقى، تسميتها ديفلوب باور. يبقى الباور اللي عدت اللي هي الاير جاب باور هتروح في حتتين، هخسر منها جزء فين، في الروتر كابر لوسز في ملفات الروتر في سخونيه في الاي سكوير ار في ملفات الروتر، والباقي هو الديفلوب باور اللي المكنه مطلعاها. وبالتالي الاير جاب باور بقت عباره عن مجموع الاثنين دول اللي هم الكابر روتر لوسز، والباقي هو ديفلوب باور المكنه مطلعه. هل ده اللي بستفيد منه من المكنه؟ للاسف لا، في جزء منها بيروح احتكاك شافت فريكشن، فبالتالي في جزء من الاوت من الديفلوب باور ده. يبقى احفظوا الاسامي كويس، دي كان اسمها بي جي اير جاب باور، دي اسمها بي دي ديفلوب باور. هنخسر منها بس جزء احتكاك وفريكشن لوسز مع الشافت اللي بيتحرك، واللي طالع في النهايه هو ده مين، هو ده البي ميكانيكال او الفريكشن لوسز. انا اسف انا قلتهم بالعكس، هو هنا مكتوبين بالعكس، هنا البي ميكانيكال او الفريكشن لوسز او الاحتكاك، وده البي اوتبوت النهائي اللي طالع من مين، اللي طالع من المكنه او الشافت باور اللي خارج من المكنه. يبقى عشان نصلح دي بس كده، الديفلوبد باور هنخسر منه جزء فريكشن لوسز احتكاك بسبب ان الشافت اللي بيتحرك، واللي يطلع في الاخر هو ده الميكانيكال اوتبوت اللي طالع من المكنه بتاعتنا او الاندكشن بتاعتنا. وبالتالي بداناها بانبوت الكتريكال، افتكروا بسرعة كده، الانبوت الكتريكال شلنا منه الكوبر ستيتر لوسز وشلنا منه الكور لوسز، بقت طبقة الباور اللي عدت الاير جاب، فبالتالي اتسمت الجاب باور. الجاب باور شلنا منها الكوبر ستيتر لوسز، اداني الديفلوبد باور اللي كانت خارجة على المقاومة الجديدة بقى اللي احنا سميناها كده ار 2 داش في 1 ناقص اس على اس. ليه بيفكرنا بكده؟ عشان هتبقى دايرة بعد كده سيمبل، لما اقول لكم بكام الكوبر روتر تقول لي اي سكوير في ار 2 داش، طب بكام الديفلوبد باور؟ اي 2 داش سكوير مضروبة في المقاومة بتاعتها، وهكذا. طيب وصلنا عند الديفلوب باور دي كده بعد ما شلنا الكابر ستيتر لوسز، سوري بعد ما سيبنا الكابر روتر لوسز، اللي تبقى هو الديفلوب باور. الديفلوب باور بنشيل منها الميكانيكال او الفريكشن لوسز، اللي تبقى لك هو الاوتبوت الميكانيكال. ولو اتسالت على الافشنسي هتبقى دايما الافشنسي الاوتبوت اللي هو الميكانيكال مقسوم على مين، مقسوم على الانبوت الالكتريكال، هو ده الافشنسي بتاعه الماشين بتاعتنا. وحاجه مهمه كلهم تعرف تحسبوهم وليهم معادلات ما عدا الفريكشن لوسز، لو ما كانتش جيفن الفريكشن لوسز هنعتبرها بزيرو، وساعتها نعتبر ان الديفلوبد باور هو مين، الاوتبوت باور. لكن دايما الافشنسي هي بي اوتبوت مقسومه على مين، على بي انبوت، والبي اوتبوت هنعتبرها هي ديفلوبد لو ما جبناش سيره الفريكشن، اما لو كانت جيفن الفريكشن فهنخصمها من ديفلوب باور عشان تدينا مين، الميكانيكال او الاوتبوت. ويبقى هو ده بالنسبه لنا كده الباور فلو دايجرام او اسامي الباور اللي موجوده جوه الاندكشن ماشين. طيب بعد ما شفنا الباور واساميهم، تعالوا بقى نشوف معادلاتهم نعرف نحسبها ازاي. زي ما كنا بنتكلم، ممكن بس اصور عشان قصاد بعض هما الاثنين كده. اول واحده اللي كانت الانبوت باور اللي هي كان مكانها هنا، الانبوت باور عباره عن 3 في اي في كوزاين فاي 1، يبقى الفولتج اللي انت حاطه في السبلاي مضروب في الاي 1 اللي انت سحبتها من السبلاي في كوزاين الانجل اللي بينهم مضروبين في 3 عشان تبقى 3 فيز. طب الستيت والكابر لوسز اللي حصلت هنا، اي كابر لوس في الدنيا عباره عن اي سكوير ار، فتبقى 3 اي 1 سكوير في مين، في ار 1. لو انا شغال بالاكزاكت سيركت، بس انا مش شغال بالـ exact circuit، انا شغال بالايكوفلنت، فالكرنت اللي ماشي هنا اسمه اي 2 داش، فبالتالي بقت 3 اي 2 داش سكوير في مين، في ار 1. طب الستيتور كور لوسز الحديد اللوسز اللي موجوده فيه، يبقى اللي موجوده في المقاومه اللي اسمها ار سي، ممكن اخليها اي سكوير ار، بس الاسهل اخليها في 1 سكوير على ار سي، اي ممكن اخليها 3 اي سي سكوير في ار سي لو انا حسبت التيار اللي ماشي في البرانش ده كده، وهسميه اي سي، او الفولت اللي عليه على طول، فتبقى 3 في 1 سكوير على ار سي. طيب الاير جاب باور بقى، الاير جاب باور زي ما اتفقنا كده هي الباور اللي وصلت هنا،
هتبقى عبارة عن مين؟ عبارة عن البي انبوت، عبارة عن البي انبوت مطروح منها الستيتور كفر لوسز، مطروح منها كمان الستيتور كور لوسز، فتبقى عبارة عن بي انبوت ماينس الترم بتاع الكفر ستيتور لوسز ماينس الترم بتاع مين؟ بتاع الكور، يديني الباور لوسز عند الجاب. ممكن اجيب لها معادلة بقى، ما هي اكيد البي جاب دي عبارة عن الباور اللي هنا زائد الباور اللي هنا، وانتوا عارفين لما الار 2 داش تتجمع على المقاومة الغريبة دي كده بتطلع ار 2 داش على اس، لانها اصلا كانت بدايتها كده، وبالتالي يبقى الباور دي بكام؟ 3 اي سكوير من الاي ده مضروبة في R2 داش على S، اهي 3 I2 داش سكوير في R2 داش على مين؟ على S. طب لو حبيت افك دي الاتنين باور بقى، هتبقى 3 I2 داش سكوير في R2 داش اسمها كابر روتور لوسز اهي، اما الديفلوب باور اللي طالعة من المكنة بقى تبقى 3 I2 داش سكوير في مين؟ في المقاومة بتاعتها، زي ما هتشوفوا حالا دلوقتي. ايه الباور الديفلوبت؟ عبارة عن البي جاب ماينس البي كابر روتور، ممكن اجيبها بالطريقة دي، او 3 I2 داش سكوير في المقاومة بتاعتها. يبقى احنا المقاومة اللي اسمها R2 داش اوفر اس اتقسمت لو مقاومتين، مقاومة اسمها R2 داش عشان تديني الكابر لوسز بتاعت الروتر، ومقاومة اسمها R2 داش على اس في 1 ناقص اس عشان تديني مين؟ الديفلوب باور. هنطلع ريشيو مهمة جدا 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 بقى، اللي هي البي جاب بالنسبة للبي كابر روتر بالنسبة للبي ديفلوب. المعادلة بتاعت البي جاب، تعالى بقى نزوم كده عشان تبقى باينة، المعادلة بتاعت البي جاب كده اهي مضروبة في R2 داش على S، المعادلة بتاعت البي كابر روتور مضروبة في R2 داش بس، المعادلة بتاعت البي ديفلوب مضروبة في R2 داش أوفر S مضروبة في 1 ناقص S. فلو خدناهم ريشيو هيروح ده مع ده مع ده، ولو ضربناها كلها في S دي، ولا سوري، وهشيل R2 داش كمان، وهشيل R2 داش وهشيل R2 داش، هيدي لك هنا 1 على S، وهنا 1، وهنا 1 ناقص S على S. لو ضربناها كلها في S هتبقى S في S تروح مطلعة 1، اس في 1 هتطلع اس، اس في 1 ماينس اس اوفر اس هتروح مطلع 1 ماينس اس، وبالتالي يبقى انت عندك علاقه ما بين البي جاب الى البي كابر روتر الى البي ديفلوب. ملاحظه بقى، البي جاب هي الباور بتاعت اللي عدت من الستيت راحت الروتر، فاسمها الاير جاب باور. فلو دي كانت عباره عن 100% ده التوتال صح كده، راح اتقسم نسبتين بقى، اللوسز في الروتر بتمثل نسبه اس، اما الديفلوبت المفيد اللي هيحرك المكنه ويديني اوتبوت باور فبيعتبر 1 ناقص اس. يبقى ده اليوسفول باور، ودي بالنسبه لنا تعتبر مين؟ اللوسز باور. عشان كده بنفضل تبقى الاس قليله. هي مين الاس؟ افتكروا معايا، الاس هي عباره عن ان اس ماينس ان ار اوفر ان اس، وبالتالي كل ما المكنه تدور قريب من الان اس هتبقى الاس بيرسنت صغيره، بتبقى دايما في حدود مثلا من 2% الى 5%. فتلاقوا لو دي 1500 ار بي ام مثلا، هتلاقي الرقم ده 1450 ار بي ام، 1460 ار بي ام، داير قريب جدا من مين؟ من الان اس. ساعتها بتبقى نسبه الاس صغيره كبرسنتج، وكل ما تكون نسبه الاس صغيره يبقى انت عندك مثلا 3% لوسز و97% واخده كايه؟ كديفلوب باور. بس ما تنساش ان ديفلوب باور هتشيل منه الفريكشن والميكانيكال لوسز عشان يديلك في الاخر الشوفت او الاوتبوت باور. طيب بعد ما شفنا المعادلات بتاعة الباور، نشوف بقى المعادلات بتاعة الكارنت وبتاعة التورك. الحاجات دي كلها بتفيدني في ايه؟ عشان هيجي لك في الاخر مسألة على الايكوبلنت سيركت، فابدا اسالك طب بكام الانبوت باور، طب بكام الكابر لوسز، طب بكام ده، طب بكام ده، طب احسب الافشنسي. فانت شفت معادلات الباور كلها 3 اي سكوير ار، طب احسب الاي ازاي؟ تعال نشوف. هتلاقي الموضوع في منتهى البساطة كده، ايكوبلنت سيركت حضرتك عارفينها كويس قوي، واتفقنا دايما شغالين من الابروكسيمت سيركت. فلما اسالكوا طب بكام الاي سي، هتقول لي الفولت اللي انا اسمه في 1، بالتالي الـ IC اللي ماشي هنا عبارة عن V1 على RC. طب بكام الـ IM اللي ماشي هنا؟ طبعا الكلام ده كله فيزر بالزوايا، لأن أنا بتكلم على AC current، فهتقسمه الـ V1 على مين؟ على الـ XM. طب بكام الـ I-node اللي ماشي هنا؟ هيكون عبارة عن مجموع الـ IC والـ IM. يبقى أدي الـ IC أهي، وأدي الـ IM أهي، وأدي الـ I-node مجموع مين ومين؟ الـ IC والـ IM. وليه اسم شهير أوي يا جماعة الـ current ده كده؟ اسمه magnetizing current، زي ما كان بالظبط فين؟ في الـ transform. ودي عبارة عن كفيزر كده مجموعة الـ IC ومجموعة الـ IM، ومجموعهم اسمه I نود، وزاوية الـ I نود مع الـ V1 اسمها Phi نود، والتان بتاعها عبارة عن opposite على مين؟ على adjacent. ممكن بقى ترجع تحسبوا الـ P كور زي ما قلنا قبل كده، الـ P كور يا إما 3 I سكوير من ده في الـ RC أو 3 V1 سكوير من ده مقسوم على مين؟ برضو على الـ RC، أو مفيش مشكلة برضو 3 V1 في I نود في كوزاين Phi نود. وطب الطريقة بقى ممكن أحسب بيها مين؟ الـ P كور. يبقى أنا كده حسبت الـ I نود. طب بكام الـ I2 داش؟ الـ I2 داش هو عبارة عن البولت اللي بين النقطة دي والنقطة دي، اللي هو عبارة عن الـ V1،
مقسومة على الإمبيدنس دي كلها، هتتجمع على بعض دي كلها، وعندنا خطوة حلوة. أنا عارف لما أجاوب مع الـ R2 داش مع الـ R2 داش على S في 1 ناقص S بتطلع R2 داش على S، وبالتالي بقى الـ I2 داش عبارة عن كفيزر عبارة عن الـ V1 مقسوم على أدي مجموع الـ resistance على بعض وأدي مجموع الـ X على بعض. ولو عايزه كماجنتيود هتاخد ماجنتيود الـ V وتحط الاتنين اللي تحت دول تحت الـ square root وتاخد لهم مين؟ أنا آسف، تعمل لهم سكويرنج وتاخدهم تحت مين؟ تحت الـ square root. والأنجل ما بين الـ I2 داش مع الـ V1، الأنجل ما بين الـ I2 داش مع الـ V1 اللي هي الأنجل دي كده اللي هيحددها نسبة الـ X والـ R، وبالتالي برضه يبقى الأنجل بتاعة الفاي اللي حضرتك عايزينها أو فاي 2 داش هنا المرة دي هتبقى الـ opposite على adjacent. أدي الـ opposite بتاعها وأدي مين؟ وأدي الـ adjacent، أكنها برضه كانت مركبتين، مركبة في اتجاه الـ V بتاعة الـ resistance ومركبة عمودية على الـ V اللي هي بتاعة الـ X، وبالتالي الأنجل ما بين الاتنين دول هي عبارة عن ده على ده، فأكنها X1 plus X2 داش مقسومة على R1 plus R2 داش over S. ملاحظة حلوة مكتوبة تحت هنا كده تخلوا بالكم منها، إن الـ power factor of induction motor are higher at starting or at normal running. يعني الموتور ده هو بيستارت عنده power factor أعلى ولا أثناء الرننج بيبقى أحسن؟ هتلاحظوا إن الأنجل بتاعة الـ phi دي معتمدة على الـ S. الـ S بتبدأ بكام؟ الأول S بتبدأ بـ1. ليه الـ S بتبدأ بـ1؟ لأن الـ S فكركم مرة أخيرة عبارة عن NS minus NR مقسوم على الـ NS، وبالتالي عند الـ starting بتكون ما زالت الـ NR equal 0 فتبقى الـ S equal 1. فلما تحط S بـ1 هيبقى فيه value معينة للـ resistance، ماشي، تعالوا نسميها R1. طب مع الـ running بقى الـ S بتقل لأن الـ NR بتعلى، فتبدأ الـ S تقل فتنزل بقى تبقى 0.05 مثلا. لما تبقى الـ S 0.05 الـ R2 داش على S رقم بيعلى، وكل ما يعلى هتلاقي لو بدأنا value اسمها R1 على ما نوصل للآخر عند الـ R at running بقى هتلاقي قيمتها كبيرة، وكل ما الضلع بتاع الـ resistance يكبر مع ثبات الضلع بتاع الـ X فتلاقي الـ power factor بتاعك الـ phi عمالة بتقل، وكل ما الـ phi عمالة بتقل معنى كده الـ power factor بيتحسن. عشان كده الـ induction motor بيكون عنده power factor سيء at the starting لكنه بيتحسن مع مين؟ بيتحسن مع الـ running. نفس الكلام اللي جبناه من الـ current تعالوا بقى نشوفه كإيه؟ كـ torque equation. احفظوا دي أهم حاجة بقى، أي torque في الدنيا، أي torque في الدنيا هو عبارة عن الـ power مقسوم على الـ rotor mechanical speed. فلما اقول لك بكام التورك ديفلوبت تقول لي الباور ديفلوبت على الاوميجا ار، دي اهم واحده. يبقى ليه ده الديفلوب تورك؟ عشان دايما قوه المكن بيتقاس بالسبيد والتورك، وبالتالي احنا كناس في الكتريكال او الشرح الكتريكال مش شاطرين قوي في حكايه الميكانيكال تورك، فاهم حاجه هتحسب انت الباور ديفلوبت عشان دي معادلاتها سهله من الايكوفلنت سيركت زي ما حسبنا مع بعض دلوقتي، ونقسمها على مين؟ على الروتور ميكانيكال سبيد بالريديانس بير سكند. طيب تبقى بي ديفلوبت على اوميجا اه. هحاول احسنها شويه بان انا عارف ان البي ديفلوبت ايكوال بي جاب 1 ناقص اس. انت جبت الكلام ده منين؟ افتكروا دايما الريشيو ان البي جاب نسبتها للبي كوبر روتور نسبتها للبي ديفلوب كانت 1 الى اس الى كام؟ 1 ناقص اس. من المعادله الشهيره دي انا ممكن اقول ان البي جاب ليها علاقه مع البي ديفلوبت، ان البي جاب على بي ديفلوبت هتساوي 1 على كام؟ على 1 ناقص اس، صح كده؟ اه. وبالتالي يبقى ال P developed equal P gap multiplied 1 minus s، وده اللي احنا قلناه هنا ان ال P developed equal P gap 1 ناقص s. ال s طبعا ال step عارفينها ان s minus n r على n s اللي هي ال omega s على minus omega r على omega s. انا بحاول بس كل اللي عايز اعمله ان انا بدل ما هي موجوده omega r احط بدلها omega s. فلو ظبطنا المعادله دي كده بنوصل في الاخر ان ال omega r equal 1 ناقص s مضروبه فين؟ في الاوميجا اس. وانا كاتب لكم على جنب اهو ازاي تحسبوا الاوميجا اس. الاوميجا كانت 2 باي اف، بس انا 2 باي اف لما تبقى الكتريكال لكن انا عايزها ميكانيكال، فدايما اي حاجه الكتريكال وميكانيكال بقى العلاقه بينهم هي البي، وبالتالي بقت الاوميجا اس 2 باي ان اس على 60، او زي ما انتم شايفين كده 2 باي اف على بي، عشان اربط الحاجه الميكانيكال مع الحاجه الالكتريكال بالقانون بتاع زمان كده لو تفتكروه، ان سيتا الكتريكال ايكوال بي في سيتا ميكانيكال، وبالتالي اي اوميجا الكتريكال برضه هتبقى عباره عن بي فين؟ في اوميجا ميكانيكال. فانتوا دايما حافظين اوميجا الكتريكال هي 2 باي اف، دي اللي احنا متعودين عليه، فهتساوي بي في اوميجا ميكانيكال. اوميجا ميكانيكال يبقى اوميجا ميكانيكال هتساوي 2 باي اف على كام؟ على بي. ده اللي احنا استخدمناه هنا وحسبنا بيه الاوميجا اس وحسبنا بيه الاوميجا ار. انت عايز تعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان اخلي المعادله بتاعتي
بدل ما هي اوميجا ار عايز اخليها اوميجا اس، فطلع اوميجا ار ايكوال 1 ناقص اس في اوميجا اس، والبي ديفلوب كانت بي جاب 1 ناقص اس، لما عوضت الكلام ده راحت 1 ناقص اس مع 1 ناقص اس، فبقت ايكوال بي جاب على اوميجا اس. انت ليه بتعمل كده؟ او يعني ايه اللي كان مضايقك لما كان اسمها تورك ديفلوبت ايكوال بي ديفلوبت اوميجا ار؟ ان البي ديفلوبت فاريبل والاوميجا ار فاريبل حسب سرعه المكنه، لكن دلوقتي اقدر اقول ان التورك ديفلوبت يتناسب مع البي جاب، لان الاوميجا اس از كونستنت، لان الاوميجا اس 2 باي ان اس، وانتوا عارفين ان اس سرعه دوران الفلكس بتاع الستيتور ثابته مع مين؟ دايما مع الفريكونسي. وبالتالي بقى التورك ديفلوبت ممكن اقوله بي ديفلوبت على اوميجا ار او بي جاب على اوميجا اس. نفس الكلام بقى في اي تورك تاني، بس الاهم هو الاولاني انا شرحته كده. الاوتبوت تورك يبقى تي اوت على اوميجا ار، اللوسز تورك بي لوسز على اوميجا ار، وهكذا بقى. اي تورك انت عايزه، اي هي عباره عن الباور اللي بنفس الاسم بتاعه على مين؟ على اوميجا ار. انا اهتميت بس اعمل بتاع الديفلوب بشكل مفصل، لان التورك الديفلوب هو عباره عن بي ديفلوب على اوميجا ار، ووصلناها مع بعض خلينا بي جاب على مين؟ على اوميجا اس. والافشنسي انتوا متعودين زي ما قلت كده عباره عن البي اوتبوت على بي انبوت. طيب بعد ما خلصنا الجزئيه بتاعه التورك ايكويشن، عندنا بعد كده حاجه اسمها مودز اوف اوبريشن، بس هنط بس الصفحتين دول واخد اخر صفحتين الاول، بعد كده ارجع لهم تاني. حاجه في منتهى الاهميه بقى اسمها التورك سبيد ايكويشن، من الاخر كده المعادلات اللي بتربط التورك مع السبيد، عشان ده هو ده الاهم. زي ما احنا اخدنا في الجنريتور كده الاي ام اف ايكويشن او الاوتبوت ايكويشن بتاعه الباور بتاعته اي في على اكسس ساين دلتا، فلما كان جنريتور كان ده الحاجه الاهم. اما لما بيكون موتور فبتبقى التورك سبيد ايكويشن، او علاقه التورك مع السبيد هي الاهم. عشان كده حتى كتير منكم لو مهتم بالعربيات مثلا يقول لك العربيه دي عزمها كذا عند سرعه كذا، مهم العربيه بتدي العزم الاقصى بتاعها فين عند انهي سبيد، وخصوصا ان احنا رايحين في سكه تبقى عربيات بعد كده مواتير كهرباء كلها، والمواتير اللي راكبه في العربيات دي هتبقى كلها مواتير اندكشن زي ما حضرتك شايفينها دي كده، وبالتالي مهم ابقى عارف تفاصيلها شكلها عامل ازاي. طيب ادي مره تانية الايكوفالنت سيركت، وزي ما اتفقت معاكم كل شغلنا جاي من الابروكسيمت ايكوفالنت سيركت، شكلها بقى معروف بالنسبه لكم احنا، بس التغيير هنا بدل ما نفكها لمقاومتين سبتها مقاومه واحده اسمها ار 2 داش، لكن لا يمنع ان انا ممكن اخليها ار 2 داش زي ما اتفقنا لوحدها، واحط المقاومه بتاعه الديفلوب باور لوحدها اللي اسمها ار 2 داش 1 ناقص اس اوفر اس. طب امتى اعمل كده وامتى اعمل كده؟ حسب الريكويرمنتس المطلوبه منك. هنا انا كل اللي كنت محتاجه ان انا اوفر المعادله بتاعه التورك ديفلوب اللي هي عباره عن بي ديفلوب على اوميجا ار، وانا لسه اقنعتكم حالا دلوقتي انها ممكن تبقى هي البي جاب على مين؟ على اوميجا اس. فابدا اعوض في المعادله دي. البي جاب هو الباور اللي عبرت الجاب اللي هي الباور اللي كانت وقفت هنا، صح كده؟ بس انا المره دي مش عايز اقسمها حتتين، عايز اخدها حته واحده، فتبقى 3 اي 2 داش سكوير، 3 اي 2 داش سكوير في المقاومه دي مره واحده اللي اسمها ار 2 داش اوفر اس. وبعد كده هشيل الاي 2 داش احط مكانها الفاليو بتاعها. الاي 2 داش اللي ماشي هنا عباره عن مين؟ اسم الفولتج على مجموع الامبيدنس دي كلها. فده اللي عملته اهو، حطيت مكانها في 1 وجمعت الار 1 مع ار 2 داش على اس سكوير، والاكس 1 واكس 2 داش سكوير، وحطيتهم تحت الجذر عشان اجيب الماجنتيود بتاعت مين؟ الاي 2 داش. وخدت الكلام ده كله عوضت بيه في المعادله بتاعت البي جاب، فبقى اسمها 3 هي زي ما هي، وار 2 داش اوفر اس زي ما هي، والاي 2 داش سكوير حطيت مكانه الترم بتاعه بعد ما عملت السكوير، فالفي 1 بقت في 1 سكوير، والسكوير ضايع على السكوير روت، وبقى ده شكل المعادله بتاعتي. بس انا المره دي بقى مش عايز البي جاب، انا عايز مين لو سمحتوا؟ انا عايز التورك ديفلوبت، والتورك ديفلوبت عباره عن بي جاب مقسوم على اوميجا اس، فاخدت نفس المعادله دي وقسمتها بره على مين؟ على اوميجا اس. وبالتالي بقى عندي علاقه ما بين التورك ديفلوبت مع مين لو سمحتوا؟ مع السبيد. السبيد هنا موجوده فين على فكره؟ مش في الاوميجا اس، لان الاوميجا اس اصلا ده السبيد بتاعت مين؟ ايوه ده السبيد بتاعت الفلكس بتاع الستيتور. امال فين السبيد؟ السبيد مستخبيه جوه الاس، لان الاس هي اللي عباره عن ان اس ماينس ان ار اوفر ان اس. وبالتالي ممكن ارسم العلاقه دي بان انا اغير في الان ار، اخلي الان ار تبدا بزيرو لغايه لما توصل لغايه ان ار، وفي المقابل الاس هتبدا ب 1 لغايه لما توصل لقيمه 0.01 او 0.02 حسب وصلت لان ار بكام. ولما خدنا الكلام ده رسمناه بان انا رسمت مين؟ التورك ديفلوب اجينست اس، اداني شكل الكيرف اللي قدام حضراتكم ده كده، علاقة التورك هنا على الواي اكسيز مع علاقة السبيد اللي هي مين؟ ال ان ار، سواء عايز بقى تشوفها ان ار او تشوفها اس. بس خلي بالك لما تشوفها ان ار هتبقى النقطة دي بالنسبة لك ان ار بزيرو،
يبقى دي النقطة بتاعة الستارتنج كده، دي النقطة بتاعة الستارتنج. ولما تمشي ناحية اليمين كده يبقى انت عمال تنكريس في مين، في ال NR. بس في المقابل زي ما انتم شايفين النقطة اللي عندها NR بزيرو عندها الاس بكام؟ عندها الاس بون. وبالتالي طول ما انت ماشي كده ال NR كانت بادئة بزيرو وعمالة بتنكريز، لكن في المقابل كل ما ال NR عمالة بتزيد كل ما الاس عمالة بتعمل ايه؟ بتقل. فبالتالي طول ما انت ماشي كده الاس بتديكريز. لما وصلنا حتى لو تاخدوا بالكم لما ال NR بقت ايكوال NS بقت ال S ايكوال كام؟ زيرو. ولو كملت ان ال NR زادت على ال NS يعني ال NR بقت اكبر من ال NS، بقت اكبر من ال NS، ال NR بقت اكبر من ال NS، هيبقى الترم ده اشارته نيجاتيف، وفعلا S تبقى اقل من كام؟ S تبقى اقل من زيرو وتبقى نيجاتيف. واستنوا عليا في الجنب ده شوية بس كده في منتهى الأهمية بقى. هتلاحظوا حاجة إن عند الستارتنج كان في فاليو للتورك، ودي اسمها الستارتنج تورك، وده كان أهم ميزة في الإندكشن إن عنده ستارتنج تورك. طب أجيب إزاي الفاليو بتاعت الستارتنج تورك ده؟ بإن أنت تعوض في المعادلة اللي قدام حضراتكم اللي حضراتكم طبعا أنتوا عارفينها كويس قوي، تحط فيها الـ S ب1 أو تحط فيها إن أر ب0. فلما تحط هنا الـ S ب1 وتحط هنا الـ S ب1 تطلع فاليو للتورك اسمها الستارتنج تورك بتاعي. ولما ابتدينا نعوض لقينا الكيرف عمال بيطلع بيطلع لغاية لما يوصل لغاية الماكسيمم فاليو بتاعه، ويبدأ ينزل 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 لغاية لما يبقى بزيرو. وكان شيء متوقع ان لازم يكون بصفر عند النقطة دي عشان دي النقطة اللي عندها ان ار ايكوال ان اس. وزي ما اتفقنا ان المكنة دي ما عندهاش تورك اثناء مين، عند لما سرعتها توصل لكام؟ ان اس. طب ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ ان احنا زودنا السرعة اكبر من ان اس. طبعا ده ما بيحصلش من الموتور لوحده، لازم اجيب حاجة تدوره وتدوره اعلى من ان اس، وبالتالي يبدا يبقى ايه بقى؟ جنريتور. بالظبط كده. لو حضرتك جبت حد للشافت بتاع الاندكشن ماشين ودورته بسرعه ان ار بس بشرط تكون اعلى من مين؟ من ان اس، هتدخله وتعديه من هنا تخليه يبدا يدخل هنا ويبدا يشتغل كجنريتور. يعني معنى كده بدل ما كان بياخد باور من الشبكه يبدا يطلع باور للشبكه، وهو ده الاندكشن جنريتور. واللي اشهر استخدام ليه التربينات بتاعة الويند، إن أنا بخلي الهواء الويند بتاعنا بالتحكم بقى في الريش بتاع التربينة كده تدور الشفط بتاع الاندكشن ماشين على ان ار اكبر من مين؟ من ان اس، فتدخله في الجزء بتاع الجنريتور. وده بالنسبة لنا كده هو الحد الفاصل ما بين مين ومين، ما بين انها تكون شغالة موتور او تكون شغالة جنريتور. طيب خلينا مركزين في الموتور بس عشان ناخد السلايد اللي جنبها كده. النقطة دي كده النقطة اللي أنا واقف عندها دي كده دي اللي اسمها الماكسيموم تورك، أكبر عزم بيطلعه الموتور. والنقط دي مهمة اللي بينكم مهتمة بالعربيات بقى، بيديلك أقصى عزم عند سبيد كام، فأنا عايز أعرف بيديني الكلام ده عند سبيد كام وبكام العزم بتاع الموتور ده. لازم تشوف بقى العربيات الكهرباء اللي موجودة في تسلا وفي كل عربيات الكهرباء دلوقتي بتبقى نفس الطريقة كده، وإزاي نتحكم في الكيرف ده إن يديلك العزم بتاعه بدري عشان العربية بتاعتك تديلك الحرق بتاعها كويس، إن عند سبيد قليلة بتدي لك عزم جامد وبالتالي بتجمع اسرع. الستارتنج قلنا بنجيب الباب ما تبقى الاس بون. طب بتجيب الماكسيمم ازاي؟ كلكم عارفين الماكسيمم بيجي انك تاخد المعادله دي كده وتفاضل وتساوي بكام يا جماعه؟ وتساوي بالزيرو. فده اللي احنا عملناه في السلايد اللي جنبها، ان انا عشان اجيب الستيب عند الماكسيمم تورك هاخد المعادله بتاعت التورك افضلها بالنسبه للاس واساوي بكام؟ بزيرو. لما عملنا كده الكلام ده حصل عند الاس، الفاليو بتاعت الاس اللي حصل عندها الكلام ده وسميناها اس ماكسيمم. خلي بالكم هنديها رمز كده اسمه الفا، بس انا حبيت اكتبها ليه الفا؟ لان انتوا لو شفتوها اس ماكسيمم تفتكروا ان الاس هي اللي ماكسيمم، لا الاس مش ماكسيمم. واضح احنا على الكيرف اهو الاس اصلا انا عارف ان هنا ب1 وهنا ب0، مفيش حاجه اسمها اس ماكسيمم. انا قصدي الاس اللي عندها مين؟ اللي عندها الماكسيمم تو. فطلع الفاليو من التفاضل بالقيمه اللي حضراتكم شايفينها دي كده. ولو اهملنا R1 جوه المعادله عشان تبقى ابسط شويه، هيبقى الاس ماكسيمم او الالفا او الاس اللي عندها الماكسيمم تو بقت بتساوي الفاليو دي لما بسطنا المعادلة وأهملنا مين؟ أهملنا الـ R1. طب أنا عايز التورك الماكسيموم بقى، خد الفاليو دي اللي اسمها الـ S دي كده حضرتك عوض بيها في المعادلة. بدل ما كنت بتعوض بـ S بـ 1 عشان تجيب الـ Starting، خد بقى الفاليو بتاعت الـ S دي بعد إذنك، خدها عوض بيها هنا عشان تجيب لي حاجة اسمها الماكسيموم تورك، فيطلع بالمزح بشكل ده. وينفع في الموتور وينفع في الجنريتور. هو بالنسبة للموتور هتبقى النقطة دي، بالنسبة للموتور هتبقى النقطة دي، وبالنسبة للجنريتور هيبقى مين؟ هيبقى النقطة دي. وبالتالي برضو لو أهملنا الـ R1 عشان نبسطه بقى التورك الماكسيموم بيساوي المعادلة اللي حضرتك شايفينها دي كده، وحضرتك مطالبين تبقوا عارفينها عشان هيبقى فيه شوية طلبات كده ممكن نطلعها منها.
طيب في واحد فكر فكرة لذيذة قوي يستفيد بالحاجة اللي بتحطها في السيركتس، ان انا لو انا عملت التفاضل ده، التفاضل ده صعب، عشان كده حتى انا ما كتبتوش وجبت لكم النتيجة النهائية بتاعته، وحتى لما جبت النتيجة النهائية حاولت ان انا ابسطه بان انا اهملت الار 1 وانا بجيب الاس ماكسيمم، وانا بجيب الاس اللي عندها الماكسيمم تورك، وحتى بعد كده لما جبت التورك الماكسيمم اهملت الار 1 عشان ابسط الشكل بتاعه، بحيث يبقى الشكل بتاع التورك الماكسيمم والشكل بتاع الاس ماكسيمم شكلهم ابسط. واحد فكر يجيب طريقة تانية بصراحة احسن من التفاضل كده. لو تفتكروا كده كان عندكم حاجة اسمها ماكسيمم باور ترانسفير، دي دايرة كده كانت بتاعت سيجمنت وكان بيبقى فيها سبلاي من هنا كده، وادي الار 1 وادي اكس 1 بلس اكس 2 داش وادي الار 2 داش على اس. انتوا عارفين التورك ديفلوبت بيساوي بي جاب على اوميجا اس، وباعتبار اوميجا اس ايكوال كونستنت يبقى معنى كده عشان يبقى التورك ديفلوبت از ماكسيمم يبقى لازم تكون البي جاب ماكسيمم. طب امتى تبقى البي جاب ماكسيمم؟ لو تفتكروا القانون بتاع الماكسيمم باور ترانسفير، ايوه كان بيحصل امتى لما يحصل موضوع الماكسيمم باور ترانسفير يا جماعه؟ اتمنى تكون الذاكره اسعفتكم. ايوه بالظبط كده، لما كانت الزد لود ايكوال زد سيفرن، فلو اعتبرنا دي زد سيفرن ودي عباره عن زد لود يبقى الماكسيمم هيحصل لما يكونوا هما الاثنين قد بعض. عشان كده انا سويت مين مع مين بقى، الار 2 داش عند الاس وسميتها ماكسيمم عشان دي اللحظه اللي هيحصل عندها ان البي جاب ماكسيمم، فبقت الترم ده ايكوال الترم ده، فلو جبت الاس ماكسيمم في الناحيه لوحدها راحت مدياني مين المعادله يعني. وبالتالي بصراحه شايفها فكره احسن بكتير من ان انتوا تقعدوا تضيعوا وقتكم ان انتوا تجيبوا التفاضل وبعد ما تعملوا التفاضل تساوي بالزيرو وتقعدوا تنسوا المعادله شكلها عامل ازاي. الطريقه بتاعه الماكسيمم باور ترانسفير اللي انتوا خدتوها في السيركتس لما كان عندكم في 7 هنا كده وعندكم ار 7 هنا كده وكان عندكم ار لود هنا، وكنا قلنا لكم ان الماكسيمم باور ترانسفير بيحصل لما الار لود تكون ايكوال لمين يا جماعه؟ للار 7. فنفس الكلام انا حطيت البي جاب حته لوحدها اهو، وادي اعتبار دي كلها كده اسمها زد 7، والماكسيمم باور ترانسفير هيحصل لما يكون الزد لود ايكوال زد 7. فلما سويتهم مع بعض هما الاثنين جابوا لي الاس اللي عندها الماكسيمم، ومن الاس اللي عندها الماكسيمم جبت المعادله بتاعتها، ولو معايا المعادله بتاعت الاس ماكسيمم اقدر اخدها اروح اعوض بيها في المعادله بتاعت التورك، فاروح اجيب مين التورك الماكسيمم بدل ما اقعد احفظ المعادلات اللي فوق. الاهم بصراحه من حفظ المعادلات هو الكيرف اللي احنا طلعنا بيه مع بعض بتاع التورك سبيد كيرف، واللي هرسمه حتى على جنب كده عشان نتعود على الشكل بتاعه، هتلاقوا منظر بالشكل ده كده. دي علاقه مين مع مين؟ دي علاقه التورك، سموها بقى مع ان ار لو انتوا عاوزين، وتبقوا عارفين ان هنا ان ار ايكوال 0 وهنا ان ار ايكوال ان اس، او اعتبروها مع الاس وانتوا عارفين لو دي الاس هتبقى هنا اس ايكوال 1 وهنا اس ايكوال 0. وانا كده رسمت الجزء بتاع الموتور بس، المعادله بتاعته اهي، المعادله بتاعته اهي لازم تبقى حافظينها بقى، 3 بي 1 سكوير في ار 2 داش اوفر اس مقسومه تحت على اوميجا اس بره ما تنسوهاش، في السكوير روت بتاع ار 1 بلس ار 2 داش اوفر اس سكوير بلس اكس 1 بلس اكس 2 داش سكوير. ولما اترسم طلع الشكل ده، القيمة المهمة أوي اللي في البداية دي كده اسمها التورك ستارتنج، التورك عند البدء لما أحط الـ NR بزيرو أو أعوض بـ S equal 1، والنقطة دي كده اللي عندها الماكسيمم بنسمي دي كده S ماكسيمم وسميناها ألفا أحيانا، هي مش الـ S هي اللي ماكسيمم لكنها الـ S اللي عندها مين لو سمحتوا اللي عندها الماكسيمم تورك. ولما حبينا نجيبها يا إما تاخد المعادلة بتاعة التورك تفاضلها وتساوي بزيرو، أو تعملوها زي ما قلنا كده بالطريقة بتاعة مين؟ بالطريقة بتاعة الماكسيمم باور ترانسفير، تجيبوا منها الـ S بتاعة الماكسيمم وتعوضوا المعادلة بتاعة التورك، فتجيبوا لنا مين؟ التورك الماكسيمم. طيب بعد ما فهمنا بقى المعادلة بتاعة التورك، بعد نرجع للصفحتين اللي احنا كنا فوتناهم كده ونشوف حاجة اسمها المودز اوف اوبريشن دلوقتي تبقى واضحة بالنسبة لنا بقى. ليه؟ لأن الكيرف اللي تحت ده كان قسم لنا كده ان احنا عندنا الكيرف فيه مكانين كده، يا اما اشتغل موتور مود او اشتغل حاجة اسمها جنريتر مود. مين الموتور مود ومين الجنريتر مود؟ افتكروا كده لما كانت الكيرف مرسوم قدامنا كده، طول ما انت شغال اكبر من ان ار ولغاية ان اس، من هنا كده ان ار ايكوال 0 ولغاية ان ار ايكوال ان اس، يعني من اس ايكوال 1 ولغاية اس ايكوال 0 اللي هو الارقام اللي مكتوبة عند حضرتك، ولا ان ار فارز من 0 لغاية ان اس او الاس فارز من 1 لغاية 0، انت كده في الموتور مود، يعني المكنة شغالة موتور، يعني معنى كده المكنة بتاخد كهرباء من السبلاي وتطلع ميكانيكال اوتبوت وتطلع حركة في هذا ايه، في هذا الاتجاه. وادي اكزامبل هو عند اس ايكوال 0.1، لما حطيت اس ايكوال 0.1 يبقى لو انا واخد 100% من السبلاي هضيع losses 0.1 واطلع 90% من الناحية التانية كايه،
كميكانيكال للشبكه، وبالتالي البي جي، البي جي از بوزيتيف يبقى واخد باور من السبلاي، والبي ديفلوب برضو از بوزيتيف يبقى انا بطلع ميكانيكال اوتبوت على مين؟ على الشافت، وبالتالي انا شغال موتور. يبقى انا لغايه اللحظه دي كده اعتبر تبع مين؟ تبع الموتور. اول ما الان ار تعدي الان اس، اول ما الان ار تعدي الان اس، او الاس تقل عن الزيرو وابدا بقى تخش الاس بتاعتك بنيجاتيف، او الان ار تكون اكبر من الان اس، هتبدا تدخل في الجزء بتاع مين؟ بتاع الجنريتور. ولما ادخل في الجزء بتاع الجنريتور معنى كده ان انا بدل ما كنت باخد كهرباء من السبلاي، لا انا هدي كهرباء من السبلاي. طب ناخد اكزامبل كده، نحط الاس مثلا، هاخد اس بنيجاتيف 0.1 واروح لنفس المعادله بتاعتي البي جي مع البي كابر مع البي ديفلوب بالريشوز بتاعتها كده، واحط الاس بنيجاتيف 0.1. هتلاقي لو الاس اتحط بنيجاتيف 0.1 بقى ده 1.1 وبقى ده 1، ضربتها في 10 عشان تبقى الارقام منطقيه. بس بصوا ايه اللي حصل بقى ساعتها. انا دلوقتي بعمل ايه لو سمحتوا بقى؟ هتلاقوا ان البي جاب بدل ما كانت بوزيتيف بقت البي جاب مالها نيجاتيف، وبدل ما البي ديفلوب بوزيتيف بقى البي ديفلوب مالها نيجاتيف. يعني معنى كده بدل ما كنت باخد باور من السبلاي بقيت بدي باور للسبلاي، وبدل ما كنت بطلع ميكانيكال باور للشافت بقيت باخد باور ميكانيكال. يعني قلبت ايه دلوقتي؟ بقيت انا اللي باخد من الشافت ميكانيكال من التربينه اللي راكبه هنا اللي بتدورني عند سرعه اكبر من الان اس، واخد الباور دي كده اطلع بيها للشبكه بتاعتي ايه؟ اوتبوت الكتريكال. يبقى انا كده اشتغلت كايه؟ كجنريتور، وطبعا رعيت في النص ان انا اللي بقيت انا اللي بغذي مين؟ اللوسز بتاعه الكابل. يبقى القاعده بتقول عشان تروح للنص ده كده انت محتاج تجيب حد يدورك عند سبيد اعلى من ان اس عشان تشتغل جنريتور. وهي دي الفكره الرئيسيه بتاعه الاندكشن جنريتور، ان احنا ندور الشافت على سرعه اكبر من مين؟ من الان اس. اما لما تكون عايزه يشتغل موتور فانت كل انت محتاجه ان انت تحطه في الفيشه وتكسب الستارتنج تورك وتشتغل من النقطه دي لغايه قرب النقطه دي كده كموتور. عايز تخليه جنريتور هجيب تربينه تدوره عند سبيد اعلى من الجنريتور. طب الكيرف كان فيه جزء كده على الشمال، تعالوا بقى نفهمه ايه معنى الكيرف اللي على الشمال، لانه برضه في منتهى الاهميه. طيب ايه اللي بيحصل بقى في الجزء الثالث من الكيرف كده؟ احنا قلنا الكيرف كان ليه جزء موتور فهمناه وجزء جنريتور. عشان اروح الناحيه دي بقى يبقى انا عايز اخلي الان ار بتاعتي نيجاتيف او الاس بتاعتي اكبر من 1. قبل ما اوريها لكم على الريشوز كده، تعالوا افهمكم ايه معنى المكان ده اصلا وليه اتسمى حاجه اسمها البريكنج. يبقى في موتور وفي جنريتور وحاجه اسمها بريكنج. القطارات اللي موجوده حاليا دلوقتي، القطارات اللي هي دريفن باي ديزل، لما احب افرملها احد الطرق اللي ممكن ان انا افرملها بيها بدل ما تبقى فرمله كده بالتيل والتنابير زي العربيات كده، ان يبقى في اندكشن موتور راكب عليه، ويبدا الاندكشن موتور ده يابلاي تورك عكس اتجاه الحركه بتاعت مين؟ بتاعت الترين. يبقى هنا كان في شافت والشافت ده كان انكابلد او مفتوح الكليتش بتاعه، والترين كان ماشي في اتجاهه لقدام. لما احب افرمله انا ممكن اعمل حاجه، ممكن اروح اقفل الكليتش ده كده وادخله على اندكشن ماشين، ويكون الاندكشن ماشين محطوط في الكهرباء في السبلاي وهدفه انه يدور الترين في الاتجاه العكسي. فبالتالي اكنه بدل ما كان ماشي لقدام انت عايز تدوره العكس، فتبدا تفرمله الاول قبل ما يدور العكس، لازم تبدا تبطئه وتفرمله. او حاجه تانية انتوا هتكونوا فاهمينها احسن، يكون القطر ده كهرباء زي القطارات بقى الجديده اللي هتبقى موجوده في مصر حاليا دلوقتي، القطر الكهرباء او حتى المونوريل والمترو الانفاق اللي موجود من زمان. الكلام ده كله بيبقى عباره عن قطر كهرباء، وانت حضرتك موصله في السبلاي، الاندكشن ماشين موصله في السبلاي وموصله على الخط الدوتد كده، واخد من الفيزا اي والفيزا بي والفيزا سي بترتيب معين. فالقطر ماشي وليكن ماشي لقدام كده بسرعه 1400 ار بي ام، اللي طبعا بتديله بقى راديال سبيد او سوري سرعه خطيه مثلا 70 كيلومتر في الساعه، 100 كيلومتر في الساعه وهكذا. عشان تفرمله ممكن تفصل عنه السبلاي وتسيبه يتزحلق لغايه ما يقف، او تفرمله بحاجه ميكانيكيه بان انت يكون عندك تيل وتنابير زي العربيات العاديه كده فيتفرمل، او اللي موجود بقى في العربيات الكهرباء اللي بينكم عملها تيست درايف او حاجه. انا ممكن افرمله بشكل اسرع كتير من كده بان انا ابدل فيستين مكان بعض، ان انا اروح جاي سايب الفيزا دي ايه زي ما هي واروح مبدل الفيزا بي والفيزا سي مكان بعض هما الاثنين. ايه اللي بيحصل ساعتها؟ بيبقى الموتور عايز يطلع تورك في اتجاه عكسي، بدل ما كان بيطلع تورك بيلفف لقدام بقى عايز يطلع تورك يلفف لورا. فيبدا يعمل ايه؟ يبدا يفرمل، لانه مش هينفع يلففه لورا على طول، لازم يفرمله الاول، وبعد ما يفرمله ويوقفه لو سبته هيبدا يعمل ايه؟ يدور في الاتجاه العكسي. طب اللحظه بقى اللي حضرتك عملت فيها ابلاي للحكايه دي بيبقى فيها ايه؟ انت عايز تطلع طولك في الاتجاه ده، لكن المكنه مش بادئه من ستارتنج، مش بادئه عند ان ار بزيرو، لا دي بادئه عند ان ار بنيجاتيف. ايه معنى ان ار بنيجاتيف يا جماعه؟ يعني حضرتك داير مش واقف مكانك تستارت معايا، انت داير باتجاه عكس اللي انا عايزه.
بص هي جت منين بقى؟ يبقى بدل ما حضرتك بتستارت الترين من ان ار بزيرو، لا انت خدته انه ماشي العكس بسرعه معينه، وانت عايز بقى تاخده في الاتجاه التاني فتفرمله وتبدا تاخده في الاتجاه التاني. احنا نستغل الحته بتاعت الفرامل بس. نفس الكلام كان هنا، انا كاندكشن موتور انا مش بادئ بان ار بتاعتي بزيرو، ما رحتش لقيت الشافت واقف وعايز اخده في السكه دي، لا انا رحت لقيت الشافت اصلا داير في اتجاه عكسي. مين مدوره في اتجاه عكسي؟ القطر كان ماشي بالديزل في الناحيه التانيه، القطر كان كهرباء كان ماشي بترتيب فازات وانا عكست الفازات وهكذا. فبالتالي جت الفكره بتاعت ايه بقى، نروح للكيرف اللي كان معانا كده، ادي معنى كلمه ال ان ار نيجاتيف. فلما كملنا رسمه الكيرف الناحيه دي، لان الكيرف زي ما حضرتك شفتوها، لا خلوها بقى في النظافه تحت كده اللي كان مرسوم حلو عندنا اهو. اه بص بقى، لان بقيت الكيرف عامل ازاي يا جماعه، ادي بقيت الكيرف اهو، عندي تورك كويس اقدر استغله. لو ال ان ار بتاعتي كانت نيجاتيف هنا، هولد عليه تورك، يبدا التورك يعمل ايه، ياخده في سكه الزيرو. فبدل ما كان داير في اتجاه عكس ابدا افرمله واوقفه. ولو سبت على فكره الشفت، ولو سبت الموتور واصل في السبلاي يبدا ياخده في اتجاه مين بقى، في الاتجاه اللي انا عايزه. طب ايه اللي بيحصل في المعادلات لما تبقى ال ان ار بتاعتنا نيجاتيف؟ عشان كده سميناها حاجه اسمها بريكنج بقى. بريكنج ليه؟ انا اول ما هشوفه كده همسكه اخده في ناحيه تانيه، يبقى ال ان ار بتاعتي نيجاتيف او الاس اكبر من واحد. فلما عوضت باس اكبر من 1، بصوا حطيت اس ب 2، ده فضل 1 زي ما هو، ولما دي اتحطت اس ب 2 بقى نيجاتيف 1. حاولت اخلي اللي في النص بقول لقيت ده 1 وده 0.5 وده نيجاتيف 0.5. لاحظوا بقى، لاحظوا كويس قوي بقى، البي جاب، البي جاب 0.5 يعني بوزيتيف. بصوا بقى لما كان الموتور اللي احنا فاهمينه، نقارنه مع اللي احنا فاهمينه كده، لما البي جاب كانت بوزيتيف معنى كده ان انا واخد كهرباء من السبلاي، فعلا انا واخد كهرباء من السبلاي عشان افرمل. طب والبي ديفلوبت؟ البي ديفلوبت نيجاتيف. ولما بيكون البي ديفلوبت نيجاتيف زي ما كان حصل في الجنريتور كده، لما البي ديفلوبت كانت نيجاتيف معنى كده ان انا واخد انبوت ميكانيكال. اه ما هو الشافت داير، عشان كده تلاحظوا بقى، بصوا انا واخد كهرباء من السبلاي واخد ميكانيكال حركه منين، من الشافت اللي متحرك غصب عني عشان القطر كان ماشي في اتجاه معين، وهما الاثنين بيخشوا ويروحوا كلوسس فين بقى، في الروتور. سيبك من التفاصيل دي ما تهمكش، لكن الفكره كلها ان انت بتابلاي حاجتين عكس بعض، هو داير في اتجاه معين وانت بتجيب له كهرباء تدوره فين، في الاتجاه العكسي، وبالتالي بتروح الباور دي كلها ايه، ككابر لوسس في الروتور. يعني اكنك بتدي له انبوت من الناحيتين، هو كان واخد طاقه حركه من ناحيه معينه وانت مدي له كهرباء تدوره فين، في الناحيه التانيه. ما يهمنيش قوي مين بوزيتيف ومين نيجاتيف والتفاصيل دي، لكن يهمني جدا 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 الكيرف. ايه معنى الكيرف يا حضراتكم؟ ان الكيرف ده بقى ليه ثلاثه مودز اوف اوبريشن، الجزء بتاع الموتور وبتاع الجنريتور. وافتكروا كده ان الكلام ده عباره عن علاقه التورك مع مين لو سمحتوا، ايوه مع السبيد. والسبيد دي تحبوا تاخدوها ان ار ما عنديش مشكله، تاخدوها اس ما عنديش مشكله، لكنها لو ان ار هتبقى هنا ان ار بزيرو، وهتبقى هنا ان ار ايكوال ان اس عند النقطه دي، وهنا الجزء بتاع الجنريتور لما ان ار اكبر من اس والحد الفاصل كان هو النقطه دي. خدتوها بالاس، هنا الاس ايكوال 1، هنا الاس ايكوال 0، وهنا الاس نيجاتيف. دي المرحله بتاعه الجنريتور، مش هي المهمه بالنسبه لنا، لكن الاهم هي المرحله بتاعه مين، الموتور. الكيرف ده لما تمد الناحيه دي بقى، ورحنا في اس اكبر من 1 او رحنا في ان ار اقل من الزيرو، يعني ان ار بالنيجاتيف، في حاجه في الدنيا اسمها سبيد بالنيجاتيف يا جماعه، هي مش مقصود بيها سبيد بالنيجاتيف، هي مقصود بيها سبيد بتلف عكس اللي انا عايزه. فبالتالي لما احط التورك بتاعي عليها، التورك بتاعي ده بيدور في اتجاه معين، بدل ما كنت ببدا دايما من عند الزيرو عند الستارتنج، انا بدات من حاجه بتلف عكس ما انا عاوز، حاجه بادئه من هنا كده، فابدا اعملها حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها بريكنج. وزي ما اتفقنا بقى في الموتور، انت عندك انبوت الكتريكال ومطلع اوتبوت ايه لو سمحتوا، ميكانيكال. في الجنريتور انت عندك انبوت ميكانيكال ومطلع انت الاوتبوت بتاعك ماله، الكتريكال. اما في البريكنج فانت واخد انبوت الكتريكال من السبلاي، واخد انبوت ميكانيكال من الشافت اللي بيتحرك غصب عنك، وهما الاثنين بيروحوا كلوسس فين، في الكابر بتاعنا. الكيرف ده مهم جدا، اسمه تورك سبيد كاركترستكس، وهو عباره عن بلوتينج او عباره عن رسمه للمعادله اللي انا وانتوا تعبنا فيها، بتاعت مين، بتاعت التورك اجينست الاس. لما رسمناها بقى عند كل الاسات بتاعتنا، جابت شكل الكيرف اللي حضرتك شايفينه ده. واللي مهم تبقوا عارفين كل مرحله فيه اسمها ايه، او كل مود اسمها ايه، سواء كانت موتور او كانت جنريتور او كانت بريكنج. يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع المحاضرة اللي بيتكلم على الايكوفالنت سيركت. افكركم بسرعة كده ايه اللي حضراتكم مطالبين بيه، نبص مع بعض كده.
اول حاجه مطالبين بيها الايكوفالنت سيركت، واتفقنا هنشتغل بحاجه اسمها الابروكسيمت ايكوفالنت سيركت، وهي شبه جدا الترانسفورمر مع الفارق بس الار 2 داش عشان دي بتبقى شورتد، والار 2 اتفكت لمقاومتين، مقاومه اسمها ار 2 داش ومقاومه اسمها ار 2 داش على اس في 1 ناقص اس، اللي ساعدتنا بعد كده انها نطلع بيها الباور. لو تفتكروا الباور كده كان عندكم الانبوت باور، شلنا منها الستيتر كابر لوس والكور لوس، ادتني حاجه اسمها الاير جاب باور او الباور اللي عبرت الاير جاب، شلنا منها الكابر لوسز في الروتر اللي تبقى لك اسمها ديفلوبت، شلنا منها الفريكشن اللي تبقى لك هو الاوتبوت، والافشنسي هي اوتبوت على مين؟ على انبوت. مهم تبقى عارفين معادله كل واحد من الباورز دي، واهم حاجه الريشيو او العلاقه ما بين البي جاب مع البي كابر مع البي ديفلوبت اللي هي 1 الى اس الى 1 ناقص اس. دخلنا بعد كده على المعادلات، عندكم معدات الكرنت كلها من الايكوفالنت سيركت ما فيهاش اي مشكله، في على زد في على زد في كل الاماكن، ومعادلات التورك، والاهم ان التورك بدل ما خدناه بي ديفلوبت على اوميجا ار خليناه بي جاب على كام؟ على اوميجا اس، وخدنا المعادله بتاعه البي جاب على اوميجا اس عشان نطلع منها المعادله بتاعه التورك اللي احنا عملناها مع بعض اهي. التورك بقت بي جاب على اوميجا اس، عوضنا مكان كل واحد جاب المعادله بتاعه التورك. ولما خدت المعادله بتاعه التورك رسمتها جاب لي الكيرف المهم جدا بتاع ال 3 مودز اوف اوبريشن، الموتور والجنريتور والبريكنج، وشفنا كل واحد فيهم معمول ازاي، المكان بتاعه فين، الموتور وفين الجنريتور وفين البريكنج. وبعد كده اتكلمنا عن النقطه بتاعه ال ان ار بزيرو اللي عندها حاجه اسمها تي ستارتنج، بان احنا بنعوض بالاس بون، والنقطه اللي عندها الماكسيمم تورك بان انا ممكن ان انا اعملها بالتفاضل او اعملها بالطريقه بتاعه مين، الماكسيمم باور ترانسفير. شكرا جزيلا.